ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما كرمت علينا بالحبه دول تبقى رايك ايه وانت ربنا والنبي الله يخليك ايوه الله يخليك الله يخليك على نفسك يا اعمل معروف انا بطالب بنفسي وغيري والله بالاصاله وبالنيابه قال سلام إلى قوم
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن مع معانا اللي لا في الأدين لا في الكلام لا قالت يا ويلتي أألد وأنا أجود وهذا الشيخ وبعدين ده وياك يعني وبعدين يعني إنها لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمته وبركاته عليكم أهل البيت الله يا عالم يا خلق الله يا خلق الله 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 الله
الميه والنبي حاجه اللي بتسيب الركب دي. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وحياه اهل البيت اللي جاي عندهم قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله